استاذ فضل علي. سراس سرقت لي محيتي. سراء ليش اخذت محيت علي؟ استاذ انا ما اخذت. اتصل على شرطة الاطفال يجوا يشوفون شنو الموضوع. ألو، مع شرطة الأطفال؟ نعم، معكم شرطة الأطفال. حالة الشرطي، بدي تجي على مدرسة الأطفال بسرعة. نعم، معكم شرطة الأطفال. حالة الشرطي، بدي طالبة سرقت المحاية من سنين. طالبة سرقت المحاية؟ حالة الشرطي، سجل العنوان عندك. أسجل العنوان فوراً. مدرسة الأطفال؟ الطابق الثاني رقم 6. أوكي؟ مدرسة الأطفال الطابق الثاني رقم 6. أوكي، باي باي. 5 دقائق أكون عندك. أوكي، باي باي. رح تجي الشرطة أشوف المحل عد منه. تفضل يا محاي، صار معكم شيء خبرونا. اوكي، تفضل علي. كل استاذ. عفوا. طبعا مش فعلي السجن. حالاتي الشرطي، خذي على سجن نومي. يلا امشي معي على السجن. يلا يلا باي. يلا كمل ديس. اوكي اوكي.